لابد للقيد أن ينكسر. في أكثر من هيك وجع؟ الحرية للأسيرة إسراء جعبيس. الوجع مرئي. متزوجة ولديها ابن واحد. الصفة: أسيرة فلسطينية. التهمة: فلسطينية. حكمت محكمة الاحتلال عليها بالسجن 11 عاماً بعد حريق شب في سيارتها، وأصيبت على إثره بحروق في 50% من جسدها، وفقدت 8 من أصابع يديها، وأصابتها تشوهات في منطقة الوجه والظهر. اعتقلها الاحتلال الإسرائيلي عام 2015. عقدت لها السلطات الإسرائيلية عدداً من الجلسات داخل المستشفى لصعوبة نقلها إلى المحكمة بسبب حالتها الصحية الحرجة. صدر الحكم عام 2016. قبل ما تنسجن إسراء كانت طموحاتها أول إشي أنه تستمر بالفعاليات تعون التهريج. كانت تعمل فعاليات لأطفال السرطان. سحب الاحتلال بطاقة التأمين الصحي منها ومنع عنها زيارة ذويها عدة مرات، وفي إحداها منع الاحتلال ابنها من زيارتها. هم ما رضيوا يفوتوني عندها، ممنوع الفوق العشرة. الحرية لأسرى الحرية.